مدبولي يتابع حل أزمة الكهرباء ويؤكد على زيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية للمساهمة في وقف خطة تخفيف الأحمال. لجنة البرلمان الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة تبحث في اجتماعات اليوم الأول برامج التخطيط والاستثمار والأوقاف والثقافة. خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني، وزير الخارجية يؤكد أن مصر تكثف جهودها للوقف الفوري للحرب في قطاع غزة ومنع انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار واسعة النطاق. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية العام، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقة الكهرباء. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، حيث أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية، موجها بسرعة العمل على وضع الخطط اللازمة للربط الكهربائي مع الدول الجوار بما يعظم من قدرات الشبكة القومية. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة. أكد مدبولي أن ما يشغل الحكومة الآن هو كيفية العمل سريعا على زيادة إنتاجية قطاع البترول من مختلف المنتجات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأجانب في هذا القطاع. وركز اللقاء على الجهود التي تجرى حاليا للتواصل مع مسؤولي مختلف الشركات العالمية العاملة في مصر بهدف العمل على سداد أجزاء من مستحقات الشركاء الأجانب وجدولتها والاتفاق على خطة لدفع العمل في مختلف الحقول بهدف زيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية بما يسهم في تنفيذ ما أعلنته الحكومة بشأن وقف خطة تخفيف الأحمال. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأهمية عقد اجتماع دوري مع رئيسي اتحادي الغرف التجارية والصناعات لمناقشة أي مقترحات من شأنها أن تعزز من جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع. وخلال اجتماع لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق، أكد مدبولي أهمية العمل على الاستمرار في بذل هذه الجهود، خاصة مع نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في ضبط سعر الصرف وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع. كما أشار مدبولي إلى أهمية الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الرقابية في هذا الصدد. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف الزراعة يمثل أحد 4 قطاعات تضعها الحكومة على رأس أولوياتها إلى جانب الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. وخلال اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، شدد مدبولي على أهمية تفعيل التنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري للتوسع في تحويل الأراضي المزروعة إلى استخدام أساليب الري الحديثة، خاصة زراعات القصب التي تروى بالغمر بما يضمن ترشيد استهلاك مواردنا المائية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاهتمام بملف الثقافة، مشددا على ضرورة استمرار العمل على تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من أصول ثقافية جذبا لمزيد من الشباب. وخلال اجتماعه مع وزير الثقافة أحمد هنو، أكد مدبولي على أهمية وجود تعاون مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل قصور الثقافة
كما تم التأكيد على وضع برامج متكاملة لتعظيم الاستفادة من قطاعات وهيئات وزارة الثقافة والتوسع في إقامة المزيد من الفعاليات والأنشطة الثقافية، فضلا عن دعم المواهب الإبداعية وإعداد منتجات ثقافية متنوعة تناسب شريحة الشباب. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة البيئة ياسمين فؤاد حول أهم التوصيات التي تضمنها كل من تقرير تحليل البيئة القطري في مصر الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وكذا تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تضمنت توصيات التقريرين العمل على تعزيز الحوكمة البيئية لخفض التكاليف وتحسين الفعالية وإشراك المنظمات غير الحكومية ومجتمع الأعمال بصورة أكبر في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد مبادئ للتوجه نحو الاقتصاد الدائري بدءا من الصناعات ذات الأولوية، مع وضع مواصفات وطنية واضحة للمنتجات الخضراء، إلى جانب دعم رواد الأعمال الناشئين الذين يركزون على الشباب والمرأة لتطوير نماذج الأعمال الخضراء. تواصل اللجنة المشكلة من البرلمان لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها غدا. وعقدت اللجنة اليوم اجتماعين بحضور عدد من وزراء الحكومة الجديدة، بحثت خلالهما تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة، حيث ناقش الاجتماع الأول برامج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بينما ناقش الاجتماع الثاني برامج وزارات العدل والأوقاف والثقافة. تضم اللجنة التي تنعقد على مدار 10 أيام على الأكثر، تضم 42 نائبا وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، فضلا عن عدد من النواب المستقلين. أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في اليوم الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد ومن جميع الفئات هو توصيل رسالة للمواطن المصري بأن المجلس والحكومة مجتمعان لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة على جميع المستويات. الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد من جميع الفئات والهدف من دعوة جميع السادة الوزراء لاجتماعات اللجنة هو توصيل رسالة للمواطن المصري بأن مجلس النواب والحكومة
مجتمعين لمناقشة إيجاد حلول جذرية وعاجلة لكل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات. وللتأكيد على أن الحكومة الجديدة عازمة بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا. وللمزيد حول اليوم الأول من أعمال اللجنة المكلفة من البرلمان لدراسة برنامج الحكومة يستعرضه لنا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. تحياتي لكم ولكل متابعينا من داخل أروقة مجلس النواب بالقاهرة، حيث انتهاء الجلسة الثانية الخاصة باللجنة الخاصة لمناقشة بيانات وزراء الحكومة الجديدة والتي استمرت على مدار اليوم. وكانت الجلسة الأولى خاصة بالتحديات الاقتصادية بحضور عدد من الوزراء، منهم الاستثمار والمالية والاقتصاد والتعاون الدولي، وأيضا الجلسة الثانية والتي حضر فيها عدد من الوزراء الآخرين منهم وزير الثقافة والعدل والأوقاف. هذه الجلسات التي جاءت لتناقش بيانات الوزراء جدد وأيضا السياسات الخاصة بالحكومة المصرية الجديدة. وأيضا من الإجراءات الداخلية واللائحة الداخلية لمجلس النواب، خاصة المادة 126 التي تنص على إقامة هذه اللجان الخاصة لمناقشة بيانات الحكومة على مدار عدد من الأيام، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى الاثنين القادم. وعن الإجراءات فيترك للوزراء لكل منهم 20 دقيقة للحديث حول بيانات الوزارة والسياسات الخاصة بالوزارة الجديدة، وأيضا للنواب ما لا يقل عن 3 دقائق للاستفسار والتعليق على هذه البيانات. وأيضا هناك العديد من المقترحات والنقاشات التي قدمت اليوم، ومن المفترض أن الأسبوع المقبل في أيضا الجلسات العامة لمجلس النواب يتم طرح هذا البيان وهذه البيانات على المجلس للتصويت عليها. هذا هو ما حدث خلال اليوم الأول لانعقاد اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة. صدق وزير الداخلية محمود توفيق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، وذلك من الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم والأزهرية علمي للعام الحالي والأعوام السابقة بنسبة 60%. تعلن وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية ذكور وإناث بالقاهرة والإسكندرية للعام الدراسي 2024-2025. من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علم علوم أو شهادة الثانوية الأزهرية علم للعام الدراسي الحالي أو أي عام دراسي سابق بحد أدنى 60%، وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%، وألا يقل سن المتقدم عن 18 عاماً، وألا يزيد عن 25 عاماً في أول أكتوبر 2024. يتم سحب كراسات الالتحاق اعتباراً من يوم السبت 13/7/2024 حتى يوم الخميس الموافق 15/8/2024. وذلك بمستشفيات هيئة الشرطة بمدينة نصر، طنطا، الإسكندرية، أسيوط، على أن يتم استلام الكراسات عقب استيفائها اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15/7/2024 حتى يوم الاثنين الموافق 19/8/2024، وذلك بمقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر. تكون مدة الدراسة بالمعهد الفني الصحي الشرطي 2 سنوات دراسية، وتؤهل الدراسة الطالب للحصول على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية، ويحصل الخريج على درجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات المختلفة. الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسي لمدة 3 أشهر على فترتين بنظام الإقامة الداخلية بمعهد معاون الأمن، وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي مع الالتزام بالقواعد الانضباطية وبالزي المقرر والمظهر العام. مناهج الدراسة بالمعهد الفني الصحي الشرطي هي ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
يحصل الطلاب المنتظمين بالدراسة على مكافأة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة. يحصل الخريج على كافة الامتيازات والخدمات التي تقدم لأفراد هيئة الشرطة وفقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك. إن التاريخ أمام تلك الحرب يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي جلسة مباحثات ثنائية وموسعة مع ناظره الأردني أيمن الصفدي. استعرضت الجلسة القضايا الإقليمية وفي مقدمتها العدوان على قطاع غزة ومخاطر التصعيد في لبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر. عقب هذه الجلسة عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا أدان خلاله عبد العاطي عمليات القتل والتدمير التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة الضغط من أجل وقف إطلاق النار. كان في هناك تطابق في مواقفنا تجاه التطورات، ما يحدث من أوضاع كارثية سواء في قطاع غزة سواء في الضفة الغربية وأيضا في القدس الشرقية المحتلة. كما تعلمون يعني للأسف الشديد ووسط صمت دولي مخجل، لدينا أكثر من 37 ألف شهيد وأكثر من 87 ألف مصاب، وللأسف الشديد هذا القتل والتدمير ما يزال مستمر. اتفقت وأخي معالي الوزير على أهمية استمرار جهودنا في الضغط على الشركاء الإقليميين والشركاء الدوليين وعلى المجتمع الدولي للعمل على التحرك بجدية لتحقيق الهدفين الساميين وهما وقف إطلاق النار وبالتأكيد وفقا لقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2735 وعدم الاكتفاء فقط بإدانة الانتهاكات والعدوان الإسرائيلي، حقنا لدماء المدنيين. من جانبه أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن تطلعه لتعزيز العلاقات المصرية الأردنية لخدمة شعبي البلدين. أضاف الصفدي أن بلاده تعمل على البناء على العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر والأردن للدفع بالعلاقات إلى الأمام. علاقاتنا الثنائية قوية ونعمل معا ضمن آليات محددة من أجل زيادة التعاون في إطارها، تعزيزا لهذه العلاقات، خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وأيضا خدمة لقضايانا العربية وللأمن والاستقرار والإنجاز في منطقتنا. وثمة آليات مؤسسية للدفع بهذا التعاون إلى أمام عبر اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها دولتها رئيسي الوزراء في البلدين. فثمة الكثير مما أنجزناه على المستوى الثنائي بتوجيه مباشر من صاحب الجلالة وفخامة الرئيس، وثمة الكثير من الذي نعمل عليه ونثق بأنه سيعود بالخير والنفع على بلدينا وعلى شعبينا وعلى منطقتنا. تلقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب، وأكد عبد العاطي خلال هذا الاتصال على دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان وصون سيادته أمام ما يواجهه من تهديدات ومخاطر. وقال الوزير إن مصر تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة للوقف الفوري للحرب في غزة ومنع انزلاق المنطقة إلى حل عدم استقرار واسعة النطاق.
أعلن مصدر رفيع المستوى عقد اجتماع رباعي اليوم بالدوحة يضم وجود مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل لتقريب وجهة النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت، موضحا أن رئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكي سيرأسان وفود مصر والولايات المتحدة بالاجتماع. أفاد المصدر أن مصر أكدت على مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كما أشار المصدر أن هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط وأن المفاوضات ستتواصل غدا بالقاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أدانت مصر استمرار الاستهدافات الإسرائيلية الممنهجة ضد المدنيين في قطاع غزة، واعتبرت وزارة الخارجية قصف مدرسة العودة بخان يونس انتهاكا سافرا جديدا لأحكام القانون الدولي الإنساني وجريمة تضاف إلى سجل حافل من انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني. وشددت على ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد يوفر الحماية للشعب الفلسطيني. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على أنحاء قطاع غزة لليوم 78 بعد 200 على التوالي، مع استمرار ارتكابه المجازر والجرائم بحق الفلسطينيين. في هذا الإطار أعلنت السلطات الصحية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 38,295 شهيدا و 88,241 مصابا، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 52 شهيدا و 208 مصابين. دخل الشهر العاشر إذن من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا زالت سماء غزة ملبدة بطائرات الاحتلال تقصف هنا وتمحو أحياء هناك، ليصبح كل شبر من أرض غزة شاهدا على مجزرة مروعة لن تستطيع الذاكرة الإنسانية نسيانها. ففي شمال القطاع وتحديدا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة كانت مسرحا لمجزرة جديدة باتت شاخصة في القصف العنيف المتواصل بالتوازي مع استهداف المربعات السكنية وتعمد تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم ومراكز الإيواء، ليعلن الهلال الأحمر الفلسطينية تلقيه العشرات من النداءات الاستغاثية الإنسانية من المدينة، مشيرا إلى عدم قدرة طواقمه الإسعافية على الوصول إليها بسبب خطورة المناطق المستهدفة وكثافة القصف هناك. وفي الشمال أيضا ولكن من منطقة الشجاعية لا زال الوضع كما هو، آليات عسكرية منتشرة في أنحاء المنطقة مع تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية بالتزامن مع انتشار القناصين على أسطح البناء وتحليق طائرات كواد بدون طيار التي تطلق النار على كل متحرك هناك. ومن الشمال إلى الوسط الوضع لم يتغير كثيرا، ففي منطقتي المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات وفي جنوب غرب دير البلح نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية على رؤوس ساكنيها، بينما أطلقت آليات الاحتلال النار على الآمنين في الشوارع. وفي جنوب القطاع المأزوم تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية بالتزامن مع كثافة نيرانية من مدفعية الاحتلال وغطاء من الغارات الجوية على مناطق متفرقة، لتأتي تلك التطورات بعد ساعات من مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال بمحيط مدرسة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات وفقد الكثير تحت أنقاض ما تبقى من البنايات.
عدوان لم يتوقف يوما ولم يتوقف معه هدير المدافع وزخات الرصاص التي ترهب الصغير الغزيين قبل كبيرهم، بالتوازي مع إصدار أوامر تهجير وتنفيذ لاجتياحات برية واسعة يتخللها قصف عشوائي وسط حصار وتجويع وتدهور إنساني غير مسبوق. التاسعة متواصلة نتابع فيها. وزير الخارجية الأمريكي يعلن أن دول حلف الناتو بدأت في إرسال مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا. نجدد التحية. قال حسن نصر الله أمين عام حزب الله إن الجبهة اللبنانية هدفها استنزاف إسرائيل وتفويت الفرصة عليها لحسم المعركة في غزة، مشيرا إلى أن هناك 1000 ضابط وجندي إسرائيلي مجبرون على البقاء هناك، لافتا إلى أن الاحتلال يخفي خسائره الحقيقية في الشمال. وأكد نصر الله في خطاب تلفزيوني أن الأطراف الدولية أصبحت تدرك أن وقف إطلاق النار في شمال إسرائيل مرتبط بوقف العدوان على قطاع غزة، مشددا على أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العملية العسكرية في رفح الفلسطينية إقرار بالهزيمة. وعن ملف التفاوض بين حماس وإسرائيل، أكد نصر الله أن حماس تفاوض عن نفسها وبالنيابة عن كل الفصائل الفلسطينية، وأنه إذا حصل اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة فستتوقف جبهة لبنان. التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يوشيماس هاياشي القائم بأعمال رئيس وزراء اليابان، وذلك خلال زيارة أبو الغيط الرسمية الأولى لليابان. تناول اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين اليابان والعالم العربي، حيث أكد أبو الغيط حرص الجامعة العربية على الارتقاء بمختلف مجالات التعاون العربي الياباني. كما شهد اللقاء تبادلات لوجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص الوضع المتدهور بقطاع غزة. وحذر أبو الغيط من اتساع رقعة الحرب وتحولها إلى مواجهة إقليمية، بما إلى ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار الشرق الأوسط والأمن العالمي. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن دول حلف الناتو بدأت ترسل مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا التي تطالب بتعزيز دفاعاتها ضد روسيا. وقال بلينكن خلال قمة للناتو في واشنطن إنه يجري في هذه اللحظات إرسال المقاتلات من الدنمارك وهولندا، فيما رحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإعلان بلينكن، معتبرا أن المقاتلات تقرب السلام العادل والدائم. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. روسيا لن تنتصر، قالها بايدن خلال قمة استضافتها واشنطن بمناسبة ذكرى مرور 75 عاما على تأسيس حلف الناتو. وفي خضم الحرب المتواصلة منذ عام 2022، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر وبكل ما تحتاج إليه من معدات. لقد وقع ما يقرب من 20 من الشركاء المتحالفين اتفاقية أمنية ثنائية مع أوكرانيا، وسيتبعها المزيد من الدول. واليوم أعلن عن تبرع تاريخي بمعدات الدفاع الجوي لأوكرانيا، وستقدم الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا وإيطاليا تبرعا تاريخيا بمعدات الدفاع الجوي لها. وفي الأشهر المقبلة تعتزم الولايات المتحدة وشركائنا تزويد أوكرانيا بالعشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية الإضافية.
وفي إطار الجهود التي يبذلها حلف الأطلسي لدعم أوكرانيا ضد روسيا أو إطالة أمد الحرب، أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا وهولندا في بيان مشترك تزويد أوكرانيا بمنظومة صاروخية للدفاع الجوي من طراز باتريوت. وسبق لألمانيا ورومانيا أن أعلنتا أنهما ستقدمان لأوكرانيا منظومتيهما الدفاعيتين من طراز باتريوت، في حين أعلنت هولندا أنها تعمل على تجميع منظومة مماثلة لتقديمها إلى أوكرانيا. من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولنبرغ في خطابه أمام القمة إن التكلفة الأكبر والخطر الأكبر سيكونان إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا، وإنه لا يمكن للحلف السماح بحدوث ذلك. تأتي هذه المساعدات الجديدة بعد مطالبات متكررة بهذا الشأن أطلقها في الأسابيع الأخيرة الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في حين أعلنت موسكو عن إحراز تقدم ميدانيين على الأرض تخشى معه القوى الكبرى من حسم المعركة. ولكن مع استمرار دعم الغرب لكييف المساعدات العسكرية الهائلة ربما يطيل أمد الصراع. صرح الرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول أن تجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا تمثل تهديداً للسلام العالمي. وأعلن مكتب الرئيس في بيان له أن يون سوكيول أدلى بهذه التعليقات في هاواي، حيث ناقش أهمية الموقف الدفاعي المشترك للقوات الأمريكية والكورية الجنوبية مع قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي الأميرال سامويل بابارو. وأضاف يون في تعليقاته للقادة العسكريين والقوات الأمريكية أن كوريا الشمالية تهدد السلام ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا على المستوى العالمي من خلال الانخراط في تجارة أسلحة غير مشروعة مع روسيا. أكد وزير الدفاع التايواني ولينغتون كو أن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ مرت بالقرب من شمال الفلبين في طريقها لإجراء تدريبات في المحيط الهادي. وأوضحت الدفاع التايواني أنها رصدت اليوم 36 طائرة عسكرية صينية، من بينها مقاتلات G-16 وقاذفات H-6 ذات القدرة النووية تحلق إلى جنوب وجنوب شرقي الجزيرة متجهة إلى غرب المحيط الهادي لإجراء تدريبات مع حاملة الطائرات شاندونغ. وتراقب تايوان التحركات الصينية عن كثب نظرا للنشاط العسكري اليومي حول الجزيرة. اجتمع مشرعون ديمقراطيون في الولايات المتحدة خلف أبواب مغلقة وسط مخاوف متزايدة بشأن فرص فوز حزبهم في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، بعد رفض الرئيس جو بايدن التخلي عن الترشح لفترة ولاية ثانية. يأتي ذلك بعدما دعا علنا 6 أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب بايدن للتنحي جانبا ولإفساح المجال لشخص آخر لمنافسه المرشح الجمهوري دونالد ترامب. الثقوب تتوالى في ثوب الديمقراطيين قبل معركة الشهور الأخيرة في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل. أداء الرئيس بايدن في مناظرته الأولى مع منافسه ترامب والتساؤلات التي طالت قدراته العقلية، هذه التطورات أدت إلى فقدان الثقة من جانب مجموعة من السياسيين في الحزب الديمقراطي في كفاءة بايدن وصموده أمام ترامب العنيد. وقد تزايدت الدعوات المنادية بانسحاب الرئيس الأمريكي من خوض غمار الانتخابات، وانضم لتلك الدعوات زعماء محسوبون على المعسكر الديمقراطي مطالبين بتسليم الرئيس أوراق ترشحه إلى شخص آخر. وتصدرت نائبة الرئيس كامالا هاريس التوقعات بأن تكون مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، بعد أن أثار أداء بايدن المخاوف وهواجس الديمقراطيين من شبح الفشل وعودة ترامب إلى البيت الأبيض. ويرى ديمقراطيون بارزون أن هاريس ستكون الخليفة الطبيعية للرئيس، وهي الأوفر حظا في مواجهة ترامب وقطع الطريق على امتلاكه مفاتيح السلطة مجددا. ضغوط سياسية قوية وتقارير طبية مكثفة تطارد بايدن في مكتبه وحتى فراشه لتحثه على سرعة التنحي وإفساح المجال لوجه جديد.
بايدن قطع الطريق على الجميع متعهدا بمواصلة المعركة الانتخابية، واحتفظ بدعم الديمقراطيين الآخرين الذين لا يزالون مؤمنين بأنه الرجل الذي سيهزم ترامب في تصويت نوفمبر الحاسم. ويأبى بايدن البالغ من العمر 81 عاما أن يفرط في ثمرة الولاية الثانية ويقبل الانسحاب أمام الجمهوري ترامب والتراجع في الأمطار القليلة المتبقية من أهم ماراثون انتخابي نحو البيت الأبيض. في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتوفير كافة الخدمات المعلوماتية للمواطنين بشكل عام والباحثين بشكل خاص، تم إطلاق موقع مكتبة المركز الإلكتروني باللغة الإنجليزية. يقدم الموقع الإلكتروني خدمات متعددة للسادة الزوار والمستفيدين مثل البحث والاسترجاع في كافة مقتنيات مكتبة المركز. وتضع المكتبة نصب أعينها الأجندة البحثية للمركز لاقتناء ما يسهم في دعم هذه التوجهات البحثية واتساقا مع ما يفرضه الواقع من تطورات تكنولوجية. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور اهتمام الدولة بتطوير منظومة البحث العلمي وتشجيع الابتكار، مشيرا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والابتكار كأداة مهمة لتنمية الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار أعلن الوزير عن نجاح فريق بحثي مصري من المركز القومي للبحوث في تحضير الخام الدوائي السيليمارين من نبات شوك الجمل المصري للمرة الأولى، وهو منتج ليس له بديل في السوق المصرية، مشيرا إلى أن هذا المنتج يدخل في صناعة العديد من أدوية العلاج والوقاية من أمراض الكبد. الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. إلى فاطمة خليل نتابع معها أخبار الاقتصاد. أهلا بك فاطمة. أهلا بك نهى، أهلا بك دينا، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل التضخم الأساسي السنوي في يونيو نسبة 26.6% على أساس سنوي، نزولا من 27.1% في مايو، وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك المركزي 1.3% في يونيو الماضي مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام السابق والسالب 8% في مايو الماضي. شهد الاقتصاد المصري تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن أبرز هذه المؤشرات انخفاض حجم الدين العام الخارجي إلى 160 مليار و600 مليون دولار نهاية مارس 2024 مقابل 168 مليار نهاية ديسمبر 2023. تستهدف الحكومة الجديدة بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال خفض معدلات التضخم وتوفير السلع وتراجع الدين العام. إلى ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو تقدر ب 4.4% في 2025. خفض معدلات التضخم، توفير السلع، تراجع الدين العام، ملفات هامة تتصدر أولويات الحكومة الجديدة في الفترة المقبلة. فالحكومة الجديدة يقع على عاتقها بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات يتضمن ثلاثة أفرع، منها تمكين القطاع الخاص وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وضبط الأسعار.
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن هناك هدفاً واضحاً وموجوداً بالتفصيل ببرنامج الحكومة للسنوات الثلاث القادمة يتضمن خطوات تخفيض مستوى الدين بشقيه المحلي والإجمالي والمستهدفات لكل عام على حدة من السنوات الثلاث. وتصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو عام 2024 بمعدل 73.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو عام 2023، كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرة إبريل عام 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، وذلك إثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية. في غضون ذلك تراجع معدل البطالة إلى 7.6% خلال الربع الأول من عام 2024، وهو أقل معدل بطالة خلال 20 عاما الماضية. ورغم الأزمات المتلاحقة التي طالت العديد من دول العالم من حروب وأزمة سلاسل الإمدادات وأوبئة، إلى أن الاقتصاد المصري وقف صامدا في مواجهة تلك الأزمات. صمود جاء نتيجة لتنفيذ الدولة برنامج إصلاح اقتصادي قوي يجمع ما بين دعم الفئات الأولى بالرعاية وما بين تنفيذ إصلاحات جوهرية في الاقتصاد تجعله قادراً على مواجهة التحديات. وفي هذا الإطار نال الاقتصاد المصري إشادات دولية كبيرة خلال الفترة الماضية والحالية، لا سيما في ظل تعامله المرن مع التحديات وتحقيقه معدلات نمو مرتفعة، علاوة على النظرة الإيجابية المستقرة للاقتصاد. صندوق النقد الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 4.4% في عام 2025، ارتفاعاً من نسبة 3% خلال عام 2024. كما حقق الاقتصاد المصري نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال العام الماضي 2023، وتعد نسبة نمو الاقتصاد المصري من أعلى نسب النمو في العالم، بل تزيد عن متوسط النمو العالمي، حيث من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 3.1% في 2024 و 3.2% في عام 2025. تفقد وزير البترول كريم بدوي وحدة التحكم الرئيسية بميناء العين السخنة والأرصفة البحرية التي تقدم تسهيلات لشركة العربية لأنابيب البترول سومت بالميناء. أكد بدوي أن الزيارة تأتي في إطار برنامج الحكومة لإنهاء فترة تخفيف الأحمال الكهربائية والتي وفرت لها الدعم المالي اللازم، لافتا إلى أن التسهيلات المتوفرة بالميناء أحد مرافق البنية الأساسية الهامة التي يعتمد عليها قطاع البترول في تحقيق خطط واستقرار وتأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية، كما أنها إحدى صور التكامل العربي الاقتصادي المهمة والتي تضفي ميزات حيوية بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي ما بين مناطق الإنتاج البترولي في الخليج العربي ومصر ونقلها للبحر المتوسط ومن ثم للأسواق العالمية عبر خطوط الأنابيب. استقبل وزير العمل محمد جبران المدير العام لمنظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة بجامعة الدول العربية فايز المطيري، وخلال اللقاء أوضح وزير العمل حرصه على تعزيز وتكثيف التعاون مع منظمة العمل العربية لكونها منظمة عريقة تأسست في 12 من يناير عام 1965، وتضم في عضويتها أطراف العمل العربي الثلاثة وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال. في أسواق البترول العالمية تباينت أسعار النفط خلال التعاملات بعد أن جاء التضخم في الصين أكبر مستورد للنفط الخام أضعف من المتوقع. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7% ليصل إلى 84 دولار و60 سنت للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6% ليصل إلى 81 دولار و46 سنت للبرميل، فيما هبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 73% لتصل إلى
$2.50 للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.55% لتسجل نحو $2.33 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفضت أسواق الأسهم في منطقة الخليج عند الإغلاق قبل موسم إعلان الأرباح الفصلية مع تراجع أسعار النفط رغم تحسن المعنويات نتيجة زيادة الرهان على خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية. واستقر المؤشر السعودي عند الإغلاق بعد مكاسب لأربع جلسات، وارتفع مؤشر دبي 0.1%، واستقر مؤشر أبو ظبي عند الإغلاق. أعلنت الصين أنها باشرت تحقيقاً رسمياً حول إجراءات دعم وعوائق أمام الاستثمار اتخذها الاتحاد الأوروبي بعد سلسلة تدابير من جانب بروكسل بشأن ممارسات تجارية صينية اعتبرتها غير نزيهة. أوضحت وزارة التجارة الصينية أن تحقيقها جاء بناءً على شكوى من غرفة التجارة، وأنها تتعلق خصوصاً بمنتجات مثل القاطرات والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، مشيرة إلى أنه من المقرر أن ينتهي التحقيق في 10 يناير المقبل أو قد يمدد 3 أشهر أخرى. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لنهاودينا لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا جزيلا لك فاطمة. وضعت المركبة أريان 6 في المدار الأقمار الاصطناعية الصغيرة التي حملتها إلى الفضاء بعد 66 دقيقة من إقلاعها من مركز كورو الفضائي في جويانا الفرنسية لتتكلل بالنجاح الرحلة الأولى للصاروخ الأوروبي. وصرح المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية تعليقا على نجاح المهمة بأن هذا يوم تاريخي لوكالة الفضاء الأوروبية ولأوروبا. والآن إلى أخبار الرياضة في التاسعة. نعود فيها مرة أخرى إلى الزميلة العزيزة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا نادينا فكري، شكرا نهى توفيق، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه الجولة الرياضية. يواصل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي تدريباته على ملعب الدفاع الجوي في إطار معسكره المغلق بالقاهرة استعدادا لأولمبياد باريس 2024. سيبدأ المنتخب الأولمبي مشواره في دور المجموعات بمواجهة جمهورية الدومينيك يوم 24 من يوليو الجاري. سيلعب في الجولة الثانية أمام أوزبكستان في يوم 27 من يوليو الجاري، ويختتم المجموعة بمواجهة إسبانيا يوم 30 من يوليو الجاري. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أنه سوف تقام غدا الخميس مراسم قرعة الدور التمهيدي لمنافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على الموسم الجديد 2024-2025. اعتمدت لجنة مسابقات الأندية وتراخيص في كاف مشاركة الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال والزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية، وتم إعفاء الأهلي حامل اللقب من المشاركة في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك بيراميدز في هذا الدور، كما تم إعفاء الزمالك من المشاركة في الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية ومشاركة المصري في هذا الدور. يلتقي الزمالك غدا فريق طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 16 من مسابقة الدوري الممتاز. يحل الزمالك في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، فيما يحل طلائع الجيش في المركز 11 برصيد 35 نقطة. تجرى بعد قليل مواجهة نارية بين منتخبي هولندا وفرنسا ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، وقد تأهل منتخب إنجلترا للمربع الذهبي على حساب نظيره السويسري بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 بين الطرفين، فيما حسم منتخب هولندا تأهله إلى نصف النهائي بعد الفوز على نظيره التركي بنتيجة 2-1 في ختام مباريات ربع النهائي.
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تقديم لاعبه الجديد الفرنسي كيليان مبابي يوم الثلاثاء المقبل بملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي. وكشف ريال مدريد عن رقم قميص مهاجمه الجديد المنضم إلى صفوف النادي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، حيث يرتدي مبابي رقم 9 والذي كان يرتديه مواطنه ومهاجم الفريق السابق كريم بنزيما. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لدينا ونوها لاستكمال ما تبقى من 9. شكرا لك فاطمة خليل. أعلنت وسائل إعلام صينية حكومية أن أكثر من 130 شخصا من بينهم سائحون حوصروا في منطقة التبت بالقرب من حدود الصين في جبال الهيمالايا الوعرة مع نيبال، بعد أن تسببت الأمطار المستمرة في انهيارات أرضية وفيضانات مما أدى إلى قطع الطرق. وذكرت وسائل الإعلام أن العديد من أجزاء الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى بلدة تشانتانغ النائية في المنطقة جرفتها الفيضانات وقطعتها الانهيارات الأرضية وسط استمرار هطول الأمطار منذ يوم الأحد الماضي. وقد أجلى رجال الإنقاذ 342 شخصا تقطعت بهم السبل إلى بلدات أخرى. وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. إلى فاطمة تفضلي. شكرا نوى، شكرا دينا، واهلا بك مشاهدينا. وقفه اخيره مع احوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 40، الصغرى 29، اسكندرية 33 25، مطروح 32 25، بورسعيد 34 27، الإسماعيلية 41 27 وجوها شديد الحرارة. بالنسبة للسويس 40 26، العريش 36 27، طابة 37 27، شرم الشيخ 41 29، الغردقة 40 30 وجوها أيضا شديد الحرارة. بالنسبة للأقصر 44 29، أسوان 45 29، الوادي الجديد 43 26، شلاتين 41 28، حلايب 36 30 وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. مدبولي يتابع حل أزمة الكهرباء ويؤكد على زيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية للمساهمة في وقف خطط تخفيف الأحمال. لجنة البرلمان الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة تبحث في اجتماعات اليوم الأول برامج التخطيط والاستثمار والعدل والأوقاف والثقافة. خلال اتصال هاتفي مع ناظره اللبناني، وزير الخارجية يؤكد أن مصر تكثف جهودها لوقف الحرب في غزة ومنع انزلاق المنطقة إلى حالة عدم الاستقرار. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دينا؟ ازيك يا نهى؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام. كله تمام يا رب. الحمد لله. حد لسه في ولاده في المدرسه ثانويه عامه؟ لا الحمد لله، لا الحمد لله لسه ما وصلناش. لسه ما وصلتي؟ لا شدي حيلك، شدي حيلك. الثانويه العامه عامله شغل عالي جدا يعني. ان شاء الله. وبيتم تسريب الامتحانات وبتاع، يعني في شغل حاجه تزعل والله العظيم على كل رب. يعني ربنا معاهم ان شاء الله خير. اه والله يعني اللي بتوع الثانويه العامه دول ربنا يا رب يكون والنظام الجديد يكون احسن. نظام الثانويه العامه الجديد يكون احسن، اعتقد المفروض المسارات العلميه والادبيه اعتقد المفروض هيبقى احسن. وادينا عندنا امل يعني، اهو احنا السياسات اكيد هتتغير المتعلقه بالوزاره، الانماط الجديده اكيد هتتغير، فعندنا امل كويس يا رب. يا مسهل الحال. اشكرك يا دينا واشكرك يا نهى، واستاذنكم نبدا فقرتنا.